معكم مع عروب قاسم نائب الكتاب العام بقطاع الترامواي. هذا القطاع الحساس اللي وحيوي اللي الهدف منه هو خدمة الشعب أو الشعب البيضاوي أو المواطن البيضاوي لتسهيل ولوجه وتغلبه على المصاعب اللي عندنا ديال المشاكل ديال ديال النقل. نحن نطالب بتعميم زيادة العامة في الأجور بالنسبة للشيخيرة، ونطالب بالشفافية من ناحية يعني الروكريتمون ديال لي سالاري، والترقية الداخلية تكون كتخضع لواحد المعايير مقننة ومعروفة. وهذه الحكومة هذه التي ابتلينا بها، لا أقولها مرة أخرى، ابتلينا بهذه الحكومة هذه أنها تأخذ بعين الاعتبار قطاع النقل، هذا القطاع اللي هو حساس لدرجة كبيرة. ونطالب ايضا كمواطنين مغاربه بالتوزيع العادل للثروات، فكلنا ابناء هذا الوطن وكلنا لنا الحق في العيش الكريم. والسلام. السلام عليكم، الاسم ديالي جمال نادير، كاتب عام قطاع الترامواي. فبدورنا قبل ما نكونوا اجور ديال القطاع ديال الترامواي، فاحنا عمال وكنحتجوا وكنحتفلوا بعيد الشغل اللي كياخذ هذا العام الصفه ديال تحت شعار لا للغلاء، لان هذا الغلاء وهذه الزياده في الاسعار فهي تثقل تكاهل ديال العمال وديال الطبقه العامله بصفه عامه. وبدورنا نحن كعمال ديال القطاع ديال الترامواي كنحتجوا وكنعبروا على الاستنكار ديالنا ضد هذا الغلاء الفاحش، وكنبغينا نبلغوا الصوت ديالنا ديال العمال والمستخدمين ديال هذا القطاع هذا، لانه قطاع اللي هو حساس وحيوي في مدينه الدار البيضاء، والعمال يعانون في صمت. فكنبغينا نوصلوا الصوت ديالنا، وكنقولوا بان هاد العمال هذا وهاد الشريحه هذه فهي كتقوم بواحد الدور اللي مهم ومهم في مدينه الدار البيضاء على مستوى النقل. فهاد العمال هذا بغاو من ضمن المطالب ديالهم، اول مطلب اللي هو اللي كناديو به هو تحسين الوضعيه الاجتماعيه ديالهم بشكل عام، اللي على راسها الزياده العامه في الاجر، وثاني حاجه هو تكثيف الجهود لا على مستوى مجلس المدينه لا على مستوى القطاع الوصي والسلطه الوصيه على هذا القطاع هذا، باش تحسن الوضعيه الاجتماعيه ديال العمال. وفي الختام اقول تحيا الطبقه العامله وعيد عمال سعيد جعل عمال العالم في مكانه، فتحياتي للجميع. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سي تي في.